معا نصنع السلام صحيفة عسكرية مشتركة تصدر عن وزارتي الدفاع في الجمهورية العربية السورية وروسيا الاتحادية، وتفاصيل في هذا التقرير. تكاملا مع الأعمال القتالية المشتركة وتعزيز الصداقة والثقافة بين الجيش العربي السوري والقوات المسلحة الروسية في الحرب ضد الإرهاب، وفي إطار التعاون بين الإدارتين السياسيتين في المجال المعنوي والثقافي والإعلامي، تم إصدار صحيفة معا نصنع السلام، وهي صحيفة عسكرية مشتركة نصف شهرية تصدر عن وزارتي الدفاع في الجمهورية العربية السورية وروسيا الاتحادية. تتألف الصحيفة من 8 صفحات، 4 منها يكتب فيها محررون من الجانب السوري، و4 صفحات أخرى يكتب فيها محررون من الجانب الروسي. من أجل تعزيز الثقافة بين الجيشين السوري والروسي تم إصدار صحيفة معا نصنع السلام. هذه الصحيفة العسكرية المشتركة التي تصدر من وزارتي الدفاع السورية والروسية. هذه التطور في التعاون وهذه العلاقات، تم الاتفاق على إصدار هذه الصحيفة، وهذه الصحيفة لها رئيسي تحرير، طبعا رئيس تحرير من الجانب الروسي وهو المسؤول عن تحرير 4 صفحات، ورئيس تحرير من الجانب السوري مسؤول عن تحرير 4 صفحات كذلك. أدركنا ضرورة وجود صحيفة عسكرية مشتركة بين الجيش السوري والروسي تهدف لتعزيز العلاقة والتعاون، وأن يكون هناك لغة مشتركة تمكن الجنود الروس والسوريين من الاطلاع على ثقافة الشعبين الصديقين. تصدر صحيفة معا نصنع السلام كل 15 يوم باللغة العربية في سوريا، وتوزع على وحدات وتشكيلات الجيش العربي السوري بهدف تعريفهم بالشخصيات والمدن الروسية وأحدث الأسلحة الروسية، إضافة لعمود صحفي لتعلم اللغة الروسية، وتوزع باللغة الروسية على القوات الروسية المتواجدة في سوريا، والتي تهدف إلى تعريف الجنود الروس بالحضارة والثقافة السورية ونجاحات القوات السورية والروسية في محاربة الإرهاب لرفع المعنويات وتعميق العلاقات بين الجانبين.